مرحبا بكم. نعم بلال، أطلعنا على آخر الأوضاع والقصف والذي يجري في حما، ما هي الأوضاع هناك الآن؟ نعم، لا تزال الصورة العامة على ما هي عليه من حيث تكرار المعارك والاشتباكات والعمليات ما بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام، ومن جهة أخرى تنظيم الدولة. طبعا حيث دارت يوم أمس معارك واشتباكات عنيفة ما بين هيئة تحرير الشام وكتائب الجيش الحر مع قوات النظام على محور جبهة البليل ورهجان وأم ميال وربدح، طبعا حيث استخدم فيها جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة طبعا، وتبادل القصف العنيف ما بين الطرفين مما أدى إلى انسحاب قوات النظام والتراجع. وأيضا على جبهة ربدح حيث أعلنت يعني وكالة إيباء المقربة من هيئة تحرير الشام عن مقتل 15 عنصر لقوات النظام حيث أثناء محاولتهم التقدم على قرية البليل، بالإضافة إلى تدمير دبابة. وعلى محور جبهة ربدة حيث أعلنت الفرقة الساحلية الأولى عن يوم أمس عن استهداف غرفة عمليات تابعة لقوات النظام بصاروخ ميم دال من نوع تاو. وأيضا في ظل استمرار يعني الطيران الحربي تحاول قوات النظام والميليشيات المساندة له بتغيير الخارطة في ريف حماة الشرقي، ويتزامن يعني مع تقدم قوات النظام في المنطقة مع غارات جوية مكثفة من الطيران الحربي الروسي شنها على كل من منطقة رهجان والحمدانية وجنينة والزغبر وجديدة والبليل بريف حماة الشرقي. نعم، مراسلنا بلال الغاوي كنت معنا من حماة، شكرا جزيلا لك.